من ناحيه واش نقدر نبقى بلا طوموبيل؟ لا ميمكنش، حيت كنتحرك بها الخدمه بزاف، يعني ميمكنش نقدر نبقى بلا طوموبيل. ولكن المشكل اللي كاين دابا هو من ناحيه ديال المازوت، راه وصلنا لواحد الدرجه اللي ما كتصورش، يعني غالي بزاف. يعني كتشوف البلدان كاملين الاغلبيه المازوت ديالهم بدا كيطيح، الا انا في المغرب اللي عندنا المازوت كل مره ماشي هو كيزيد. وكنتسناو شي حل على الله يكون بيكالو ولا شي حاجه الكتريك هي اللي تقدر تنفعنا في هذه الساعه هذه. جوج اذا كان الشعب يعني مساهم مع بعضيته يقدر زعما كلشي يوقفوا في ساعه واحده، يعني غادي يكون بحال اللي كان وقع المقاطعه، ويعني وقف واحد المده عاد ديك الساعه وقفوا، يعني تقدر يمكن شي حاجه تبدل. ولكن اذا كانت عاوتاني من ناحيه ديال الدوله يعني تساعد مع المواطنين وتشوف يعني تقدر الظروف، يعني ملي كتجبر الصالير يعني كيكون مثلا عند الاغلبيه ديال الناس السميك وكتجبر عنده الطوموبيل اللي كيخدم بها، وكتجبر مسكين ما حد ما حالته النظار، ما حالته ولادو، ما حالته هذا. والمازوت يخرج له بيدو مانضه جديده دابا، يعني المازوت بيدو يخرج له مانضه جديده، شو كتزي قاصحه بزاف، فهمتي؟ يعني حتى المقاطعه اذا جينا نشوفوا واحد المنظور، يعني صعيب تعمل المقاطعه وتوقف كل شيء في ضربه واحده، فهمتي؟ يعني كاينين شركات اللي كيخدموا، كاينين الناس اللي ما يقدروش يوقفوا الخدمه ديالهم على ود فحال التواكسيه، فحال الترونسبورت، بزاف الحال ما يقدروش يوقفوا الخدمه ديالهم. حتى الناس اللي خدامين في المعامل، يعني ملي غادي يجبر هو ترونسبور واقف، غادي يخرج بالزمن يفتش على تاكسي على شي حاجه باش غادي يمشي يخدم، حيت اذا ما خدمش غادي يقطع له النهار ديالو. هو بوبران ان شاء الله كيشبر واحد 2500 درهم ولا 3000 درهم يعني في الصالير ديالو، في الاخر ما غاديش يبرا حتى ينقصوا له منه، يعني بالزمن غادي يخرج وغادي يمشي وخا يعرف يمشي على رجله، فهمتي؟ يعني حاول لي نسقسك واش تقدر يعني تبقى بلا طوموبيل؟ لا ما نقدر نبقى بلا طوموبيل الا ما عنديش فلوس، ما عندي باش ندير المازوت، ما نوقفها بغيت ولا ما بغيتش. ولكن السياره راه حياه هذه، لا لا انا ما نوقفهاش، انا مديماري، ها هي مارش وما كاع ما سكتهاش، ها مديماري، واه هذا بلو راه كيطلب هذا بلو، انا غادي بالسياره، ما نوقف السياره، ما نوقف، انا عندي ثلاثه السيارات ما نوقفهمش. الدوله عايش فين؟ عايش في الالمان. عايش في المانيا؟ اييه. شنو هي الفرق بين المانيا والمغرب؟ اودي راه تما اكثر من هنايا، الله يهديك. شحال كيسوى في اسبانيا؟ هذا قريب 3 اورو صاحبي، ها ايوا تشوف الفرق هنايا، واش كاين الفرق ولا لا؟ ها 16 دراهم مع 30 درهم وشي، راه بزاف ولا؟ ايوا في الالمان، في فرنسا، كلشي كلشي كيسوى، كلشي غالي في العالم. شوف انا خممت نبقى بلا طوموبيل صراحه، الله يهدي. دابا هادي شحال هادي من اللي قبل يلا زاد المازوت المره الاولانيه، كنت خممت غادي نزل الطوموبيل، والحق انا الطوموبيل انا خدام بيه، خدام بيها، ودابا ملي كان مازوت رخيص كنت مرخوب شويه، كنت كربح الثمن شويه شويه، هذيك دابا في هاد الساعه هادي داكشي محدود بزاف. يعني الا وقفتي الطوموبيل خاسر، اللي خاسر؟ خاسر فعلا، انا خاسر، انا اذا وقفت الطوموبيل، اذا وقفت الطوموبيل الخدمه والسلام، ما كان على غير نمشي ونجيه، نزله نزله ما خدم ما مروليش بها مره نهائيا. وهي ويدا تسابقوا، ويدا تسابقوا مواطنين كاملين، تسابقوا ونزلوا الحديد ديالهم واحد ثلاث ايام ولا واحد السيمانه، راه غادي يدار الحل عندهم، يدار الحل عندهم مثلا الحكومه الحل. والحق اذا بقينا حنايا كناكلوا الدق والسلام، يعني مادام بنادم ساكت الا لا صافي، بنادم ساكت والدق في طاره. خاص المازوت كان 7 درهم صاحبي، في راه مشات عين تولى دابا 16 درهم، راه بزاف اصاحبي والله. لا ما يمكنش الطوموبيل دابا، حنايا اول حاجه مديبلاصين من 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 كازا، ميمكنش انا طوموبيل ديالي باش خدامين حنايا، مازال كون كانت مثلا ديال بيرسونال ديالي انا شخصيا يمكن في حاله يمكن لي نوقف، ولكن ديال الشركه ما غيسمعوش لي انني نوقف ونوقف الخدمه. والحل انا في النظر ديالي ينقص الثمن ديال المازوت، فهمتي؟ و اخنو هذه كما قلت لك الله يهدي علينا وصافي، فهمتي؟ خاصو يشوف محل الشعب، الشعب راه واكل العصا. كنقول لك مثلا حنايا حنا عندنا الطوموبيل، مثلا حنا لو وقفنا الطوموبيل راه غيوقف ايكيب كامله، كما قلت لك في الاول ايكيب كامله توقف، حنا ثلاثه الناس خدامين لي تكنيسيان، ما يمكنش لنا نوقفوا، فهمتي؟ حنا كما قلت لك حنا مديبلاصين على المدينه ديالنا، حنا ماشي في المدينه اللي ساكنين فيها، حنا راه كيصيفطو ماشي فلوس ديبلاسمو، كيصيفطو لنا فلوس غازوال، وعد نتا معانا خدمة، فهمتي؟ هذا إذا وقفتي الطوموبيل خصك توقف الخدمة، هذا ما كان، إلا وقفتي الطوموبيل غاتوقف الخدمة، وغادي توقف، وغادي نوقفو حنا بثلاثة، وماشي إيكيب حنا اللي كاينين، كاينين بزاف ديال زيكيب هنايا،
والله يدير شي تاوي ديال الخير. وحنا الله سالنا من الخدمه دابا راه باقيين عرقانين وباقيين جايين من شماره. اللهم امين. الله يحفظك. تبارك الله عليك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.